أعظم الرحلات الحج إلى مكة على خطى ابن بطوطة، كان عنوان الفيلم السينمائي الذي جاء بالتعاون بين مكتبة الملك عبد العزيز العامة ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، وتم عرضه في دول عالمية بينما احتضنت الرياض عرضه السينما الأول. نتابع. أبداً سعدت بمشاهدة أخرى لفيلم رحلة ابن بطوطة للحج، والحمد لله التعاون اللي تم في ذلك الحين بين مكتبة الملك عبد العزيز ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وبعض أعيان المجتمع مثل الأخ عبد الرحمن الزامل وغيرهم، في الحقيقة كان هو سبب نجاح هذا الفيلم الذي حسب علمي أنها لف العالم كله في كل دور السينما اللي فيها الشاشات الكبيرة هذه، عرض فيها الفيلم ونال جوائز كثيرة، وإن شاء الله في إمكانية أنه ما صور لاحقا قد يكون له أيضا جزء ثاني من الفيلم إن شاء الله. شكرا. مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالتعاون مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات وغيرها من الجهات الحكومية قامت مشكورة بعمل كبير جدا، حيث وفرت المملكة العربية السعودية كل الدعم والإمكانات المطلوبة لتصوير هذا الفيلم العالمي، عرض في دول عالمية وحصل على جوائز عالمية، ونتوقع إن شاء الله أن نستفيد من المتبقي من الفيلم الذي في حوالي 3.5 ساعات لم تنتج لحد الآن، وهي تعتبر مادة خام جاهزة لأن نغطي فيها جميع المشاعر في الحج، ونأمل إن شاء الله أن نحقق تطلعات المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، حيث أصبحت الآن كثير من الأمور التي كانت غير موجودة متوفرة ولله الحمد، وأصبحت في متناول اليد فنيا ومعنويا. تشكر وزارة الثقافة على الدعم، وتشكر الجهات التي ساهمت معنا في أن نعرض هذا الفيلم لأول مرة في الرياض في المملكة العربية السعودية، وشكرا.